قدوا لي داك الميكا تما يا قدوا لي داك لا ما دير الحشافه لا ما دير اطرب 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 ماشي مهم. السلام عليكم. يوم 4/9/2019 كيف ما عرفتوا حنا كنتواجدوا في الروضه اللي مدفون فيها داك السيد بن عيسى القصري اللي هو ميت وهو حي وحي هو ميت اللي مدفون فيها واحد الشخص بالاسم ديالو وهو كان داروه بانه مات وهو مازال حي هو مازال حي وما عندوش الاوراق ما كيصوت ما كيدير حتى حاجه حيت هو ميت مدفون. اليوم حضرت السلطات المحليه حضرت من المقدم الشيخ القائد الخليفه رئيس الجماعه الدرك الملكي الوقايه المدنيه جات الطبيبه جاو الناس المسؤولين حفروا ذاك القبار وجبدوا ديك الجثه وداوها وهذا دليل على بان راه عندنا العداله في البلاد وعندنا القانون في البلاد وعندنا خاص غير بنادم يكون مبازي على شي حاجه اللي هي صحيحه. هذا القبر اللي تحل اليوم 12 عام و20 يوم والناس كيزوروه وانتم كتشوفوا انا ديما كنت كنجي للروضه باش ندفن معاهم شي واحد. اليوم انا كنتواجد في الروضه باش يخرجوا واحد فهمتي هذا هو الغريب في الامر. انا كنتواجد في الروضه باش يخرجوا شي واحد جاوا خرجوا الناس داروا الخدمه ديالهم ما بقى والو 90% دابا هي ديال الخدمه بنات. هذاك السيد حنا بغينا غير داك السيد يرجع لحياته الطبيعيه ثاني ويعيش ويعيش هو في حاله في حال الناس ويصاوب وريقاتو ويصاوب هذا ويتزوج الا كانت في نصيب ديالو شي زواج ولا هذا. وهذا السيد هذا اللي كان مدفون ها هما دابا خرجوه يعطيوه للعائله ديالو حتى هما يقتلوه في الحاله المدنيه ديالهم ودوك الناس اللي داروا الجريمه ودوك الناس اللي ارتكبوا شي حاجه ينالوا العقاب ديالهم واللي كلا شي حاجه خصو يخلص. حتى على ما اظن هذه الجريمه ملي كتكون جريمه منظمه ومتقونه ومغيزه مزيان ما تيكونش فيها فرد واحد تيكون فيها افراد حيت واحد ما يقدرش يخطط كل شيء واحد ما يقدرش يخطط كل شيء. الا شفتي جريمه منظمه وما مخلياش الاماره حيت هذه 12 عام عاد بانتها وهنا راه غير كترجع الفضل الروع عزيزه عند الله عز وجل بان هذا الشيء ما غاديش يكون سهل وهذا الشيء ماشي 12 عام اصاحبي. هاد الناس اللي داروا هذه الجريمه راه عند بالهم نساوها هنا كتاكدوا بان الروع عزيزه عند الله. حنا قاعدين دابا هنا موجودين في الروضه جات هنايا من طرف النيابه العامه ورجال الدرك السلطات المحليه وصحاب البنبيه قاموا بالواجب ديالهم جدوا هذا القبر الجثه وداوها غادي يديروا التشريح ديالها. شحال ديال الجثه شحال المده هي مدفونه؟ 9 سنين دابا هو عنده 13 عام باش ديال الدفين شحال من جبد 13 عام دابا باش مدفون هذه 13 عام دابا باش دفنوه وهما جبدوا له الجثه دابا اليوم داوها حفروا القبر وجبدوا الجثه وداوها جبدوا الجثه داروا في واحد الميكا مغشيه وداروا السلسله وهزوا وداوها مشاو بحر اخر دابا غادي من عايد المكان دابا الساعه والاحساس ديالنا حنا نطلبوا الله تعالى هاد السيد يتعرف بالعائله ديالو ويتعرف بالاسره ديالو والسيد الاخر كنطلبوا الله تعالى يوصلوا بالحقوق ديالو باش يدخل في الحاله المدنيه وياخذ الاتعاب ديالو ديال 9 سنين اللي ما بغاش يعطوها ليه. هادشي اللي كاين القبر هذا معلم ها هو دابا حفروا عليه وداو الجثه كان تندير 15 يوم تنجرحهم عليه جمعه بجمعه تنجرحهم عليه بحالو بحال ولدو خال لقيت ولدي تنجرحهم عليه وتنقريه دابا تنطلب تحيات لجلالة الملك محمد الثالث والله ينصركم ويعطيكم صحيحته حتى نتوما وكتوتين مع ولدي هو اللي كان مكلف كل شيء دابا ملي تشد على النفقه ديال الاولاد ما عندي ما غندير ما عندي ما نبرد ما نسخن ما عندي حتى حاجه ولدي. وشنو عملتوا دابا جاوا حفروا على القبر؟ حفروا على القبر وداو الجثه وداوها. كيفاش الاحساس ديالك انت كأم؟ تنحس بخاطري عاد شويه تحل عليا ملي داو تحسيت بالخاطر ديالي شويه فرح انا مقيده القبار ديالو بانيه عليه وترحم عليه تندير 15 يوم تنجرحم عليه بالعواشر جيت رحمت عليه وقريت عليه بسبيل الله وخا لقيت ولدي وخا لقيت ولدي تنجرحم عليه وتنقري عليه بسبيل الله. يعني شحال المده هو مدفون؟ مدفون انا راه ملي كان ديك الساعه مشى ولدي راه دابا غايب 9 سنين و 3 شهر. فوقاش اكتشفتي بانه ماشي ولدك؟ تا جا ولدي. شحال المده دابا جا؟ دابا ولدي راه عنده 3 سنين
سنين شبان 3 سنين و 6 اشهر شنو بليتو الاجراءات ديالكم القانونية؟ اي جا واحد مسكين من هو اللي جا تيقلب ملي مشات جماعته قال لي ولدك راه باقي حي مشيت للقصر الكبير واخا لقيت ولدي جات ولدي تنخلي الناس عندي في المحل قلت لهم لاقيني الجامعه تمشي نرحم عليه قلت له هو بحالو بحال ولدي ما ننساش لقيتي ولدك باقي حي لقيت ولدي باقي حي تنجي في بلاصه هذه تنرحم عليه بحالو بحال وليدي مسميه دابا قبر بن عيسى هذا ولدي ولدك اي بسميه ولدي مسميه بن عيسى شكرا